أعزائي طلاب الصف الثامن، درسنا اليوم بعنوان الحلم، وهو الدرس الثالث من المحور الثاني المجتمع قيم وآفات. الحلم، تذاكر جماعة فيما بينهم أخبار معن بن زائدة وما هو عليه من وفرة الحلم ودين الجانب، وأطالوا في ذلك، فقام أعرابي وآل على نفسه أن يغضبه، فقالوا: إن قدرت على إغضابه فلك 100 بعير. فانطلق الأعرابي إلى بيته، وعمد إلى شاة له فسلخها، ثم ارتد بإهابها، جاعلا باطنه ظاهره، ثم دخل على معن بصورته تلك، ووقف أمامه طافح العينين كالخليع، تارة ينظر إلى الأرض، وتارة ينظر إلى السماء، ثم قال: أتذكر إذ لحافك جلد شاة، وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال معن: أذكر ذلك ولا أنساه يا أخ العربي. فقال الأعرابي: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فقال معن: سبحانه وتعالى. فقال الأعرابي: فلست مسلما ما عشت حيا على معن بتسليم الأمير. قال معن: إن سلمت رددنا عليك السلام، وإن تركت فلا ضير عليك. فقال الأعرابي: سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. فقال معن: إن أقمت بنا فعلى الرحب والسعة، وإن رحلت عنا فمصحوبا بالسلامة. فقال الأعرابي: وقد أعياه حلم معن، فجد لي يا ابن ناقصة بمال، فإني قد عزمت على المسير. فقال معن: أعطوه 1000 دينار. فأخذها وقال: قليل ما أتيت به، وإني لأطمع منك بالمال كثير. فثني فقد أتاك الملك عفوا بلا عقل ولا رأي منير. فقال معن: أعطوه 1000 ثانيا. فتقدم الأعرابي إليه وقبل يديه ورجليه وقال: سألت الله أن يبقيك ذخرا، فما لك في البرية من نظير، فمنك الجود والإفضال حقا، وفيض يديك كالبحر الغزير. فقال معن: أعطيناه على هجونا 2000، فأعطوه على مدحنا. فقال الأعرابي: جعلت فداك، ما فعلت ذلك إلا 100 بعير جعلت لي على إغضابك. فقال معن: لا خوف عليك. ثم أمر له ب200 بعير، نصفها للرهان والنصف الآخر له، فانصرف الأعرابي داعيا شاكرا له. النص مأخوذ عن كتاب الأغاني للكاتب أبي الفرج الأصبهاني. بعد قراءة النص نستنتج الأمور الآتية: نوع النص، نص نثري، قصة واقعية. حواشي النص، العنوان الحلم، الكاتب أبو الفرج الأصبهاني، المصدر كتاب الأغاني، قاموس الدرس وفيه شرح لمعاني الكلمات الصعبة، مثال: وفرة جاءت بمعنى الكثرة، الحلم جمع أحلام وحلوم وهي بمعنى الصبر والأنات مع القدرة والقوة، الصورة وسيلة لفهم الدرس، وكذلك نجد في الحواشي السيرة الذاتية للكاتب. أما المفردات والتعابير التي تشكل حقلا معجميا للكرم والسخاء، مثال: أعطاك ملكا، فجد، أعطوه، الجود، الإفضال، فيض يديك كالبحر الغزير، يبقيك ذخرا، إن أقمت بنا فعل الرحب والسعة. أما المفردات والتعابير التي تشكل حقلا معجميا للهجاء، يا ابن ناقصة، أتاك الملك عفوا، نعالك من جلد البعير، بلا عقل ولا رأي منير. الأسلوب المتبع في النص، نجد تداخل في النص السرد والوصف والحوار. بما أن النص قصة، يجب أن نحدد الحبكة الفنية للقصوصة أو ما يسمى بنية السرد القصصي. الوضع الأول: الحديث عن صبر معن بن زايد. الحدث المبدل: توجه الأعرابي إلى معن بن زائدة لتنفيذ الشرط وأغضابه. العقدة: هجاء الأعرابي لمعن بن زائدة. الحل: إكرام معن بن زائدة للأعرابي وتوجه الأعرابي لمدح معن. الوضع النهائي: انصراف الأعرابي داعيا شاكرا لمعن بن زائدة. ما العبرة المستفادة من القصة؟ نتعلم من هذه القصة: الحلم سلاح منيع يكسب صاحبه المعركة.
أما النمط الكتابي المتبع في القصة فهو النمط السردي. أبرز مؤشرات النمط السردي الواردة في النص: أولاً، استخدام الأفعال الماضية، مثال قال تذاكر. ثانياً، وجود شخصيات تدور حولها الأحداث، مثال الأعرابي ومعا بن زائدة. ثالثاً، استخدام ظروف الزمان والمكان، مثال بلاد بيته. رابعاً، استخدام الأفعال الدالة على الحركة والتنقل والتغيير، مثال انطلق، قام، وقف. خامساً، تسلسل الأحداث. الأحداث المتسلسلة في القصة فهي اجتماع القوم على أخبار معن بن زائدة وصبره، هجاء الأعرابي لمعن بن زائدة لكسب الرهان، انتقال الأعرابي إلى مدح معن بعد الحصول على المال، وأخيراً مغادرة الأعرابي قصر معن بن زائدة داعياً شاكراً له. أما عناصر القصة فهي الزمان، تجري أحداث القصة في الماضي. المكان، قصر الأمير معن بن زائدة. الشخصيات الرئيسية فهي معن بن زائدة والأعرابي. أما الشخصيات الثانوية جماعة من القوم. أما الأحداث تم ذكرها في بنية السرد القصصي ولا داعي لذكرها مرة ثانية.